أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أجرى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عملية جراحية اليوم بألمانيا في العمود الفقري للتخلص من آلام الظهر التي عانى منها مؤخرا، على أن يغادر المستشفى خلال 48 ساعة. وكان رئيس الأهلي قد وصل إلى ألمانيا الأربعاء الماضي قادما من الإمارات بعد فترة علاجية هناك، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية بمعرفة البروفيسور ماير قبل أن يخضع لإجراء الجراحة اليوم. ومن جانبه أكد العمري فاروق نائب رئيس النادي أن حالة الكابتن الخطيب مطمئنة للغاية، وأن الطبيب الألماني سوف يحدد برنامجه العلاجي. وللاطمئنان على حالة الكابتن الخطيب ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار الإعلامي للنادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد. أستاذ شريف أهلا بك. أهلا بك يا آية، تحياتي لك ولكل مشاهديك الكرام ولقناة النادي الأهلي. أهلا بك يا فندم. عايزين نطمن الجماهير المصرية على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد العملية اللي أجراها اليوم. الحمد لله، هو يعني في احسن حالاته بفضل الله، واستفاق وخرج من غرفه الاستفاقه. العمليه ما خدتش وقت كتير لان هي اجريت بتقنيه جديده بالميكروسكوب، واجراها طبعا الدكتور ماير اللي هو واحد من اكبر المتخصصين في هذا المجال في العالم. ان شاء الله نتمنى انه الانزلاق الغضروفي والضغط على العصب اللي كان في الظهر اللي بيسبب الام في القدم يكون زال بعد هذه الجراحه. المفترض ان الكابتن ان شاء الله سيقضي يعني فتره راحه سلبيه، ثم سيعود ربما الى احد المراكز المخصصه في ابو ظبي للعلاج الطبيعي، او ربما يعني يكون العلاج الطبيعي في القاهره. كل ذلك سيتحدث في غضون الاسبوع المقبل الذي يلي العمليه، لكن اجمالا الحاله الصحيه للكابتن محمود مستاذه، والعمليه يعني اجريت بنجاح، ونتمنى له تمام الشفاء وان يعود سالما غانما الحقيقه معشوق الجماهير والى يعني مكانته ومكانه في النادي الاهلي كرمز ورئيس لنادي القرن. نتمنى طبعا لكابتن الخطيب الشفاء العاجل. استاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.